من قبلة الفارين من جحيم المدينة إلى واحدة من أهم جبهات القتال في ريف تعز. هكذا أصبحت مديرية حيفان جنوب شرق المحافظة مواجهات ضارية بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في أكثر من منطقة. تقول مصادر ميدانية إن المواجهات تركزت في جبهة قمل، حيث تحاول الميليشيا التقدم واختراق الحجرية بالتزامن مع قصفها لمواقع الجيش والمقاومة في جبل صور وحفظان، فيما تتصدى المقاومة للميليشيا باستماتة. وعورة الجغرافيا لا تساعد عادة في سهولة العملية العسكرية، وفي الغالب تقف هذه الوعورة الجبلية حائلا دون وصول التعزيزات العسكرية للجيش والمقاومة. ولولا نفاد الذخيرة لما تمكنت الميليشيا من السيطرة على جبل المنظر آخر قمة في جبال العبوس. كما تقدمت الميليشيا إلى منطقة الخزجة ملتقى الخطوط الثلاثة القادمة من الرام وظبي وبني علي، وبهذا تكون الميليشيا قد اقتربت كثيرا من الخط الرابط بين عدن والتربة من جهة طور الباحة. أما لماذا تركز الميليشيا على مديرية حيفان؟ فلأنها تقع في المنطقة الوسطى بين الطرق الرئيسة التي تربط محافظة لحج بمحافظة تعز، وتعتبر خلفية حامية لجبهة الشريجة. وتتحكم مديرية حيفان بالطريق الاحتياطي الذي يعتبر الخط البديل لخط كرش شريجة الراهدة. وبالسيطرة على حيفان تكون الميليشيا قد أمنت ظهرها في جبهة الشريجة وأحكمت سيطرتها على الأرض وتحكمت بحركة النقل بين المحافظات الجنوبية والشمالية.